السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لاحظ الحياة ستريك العجائب. قبل أسبوع وضعت فيديو يتكلم عن الكلب الذي توفي لي، وقلت مات كلبي، فعرفت معنى الوفاء في قلبي. فجاءتني مجموعة من الأسئلة، لا يجوز يا شيخ اتخاذ الكلب، واحد يقول لك يا أخي أصلا طهارة الكلب غير طاهر وكذا. فأحببت أن أتحدث عن هذا الموضوع لما فيه من المغالطات الكبيرة العظيمة، وعلى نقاط أربع. النقطة الأولى، هل يجوز اقتناء الكلب؟ في حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشي أو كلب زرع فينقص من حسناته أو من عمله قراط أو قراطان، وهو جبل أو جبلان من الحسنات، إلا كلب ماشية أو كلب زرع، ويدخل أيضا كلب الصيد. فيقول لك لا يجوز لهذه الثلاث اتخاذ الكلب. طيب، أنا سأترك كلامي. ابن عبد البر المالكي، إمام المذهب والمجتهد، قال بأن اقتناء الكلب للمنافع كلها ودفع المفاسد كلها جائز. ويقول شيخ الإسلام، شيخنا شيخ العثيمين رحمه الله، يقول: فإن كان اتخاذ الكلب لتحقيق مصلحة فهو الأولى، فهو الأولى كالكلاب البوليسية وغيرها. ثم هناك إمام من أئمة مذهب المالكي يقول بعد سرد هذه الأحاديث، أئمة بعد سرد هذه الأحاديث ونقاشها، قالوا هذا علة اتخاذ الكلب هي ايش؟ علة اتخاذ الكلب هي المصلحة، حراسة الماشية. فإن كانت حراسة الماشية مصلحة، فحراسة الإنسان، فاتخاذ الكلب بحراسة الإنسان هذه مصلحة عظمى، لأن في حراسة الماشية حفظ للمال، وفي حراسة الشخص حفظ ليش؟ حفظ للنفس، وحفظ النفس مقدم على حفظ المال كما هو معلوم عند علماء مقاصد الشريعة. إذا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة في جواز اتخاذ الكلب للزرع أو الماشية أو الصيد هي المصلحة، فكذلك إذا يتخذ الإنسان لحراسته فهي مصلحة أعظم من مصلحة الماشية والغنم، فالإنسان مقدم على الحيوان. هذه مسألة. المسألة الثانية، بارك الله فيكم، قضية لعاب الكلب، هل هو طاهر؟ طيب، أنا يجوز اتخاذ الكلب ويجوز اقتناؤه، هل للحراسة؟ فهل، لأن الشريعة أصلا جاءت لمنع كل ما يمكن أن يضيع وقت الإنسان، فلو يتخذ الكلب للحراسة فهذا من باب حفظ النفس، فلا إشكال فيه أبدا. أما اللي يتخذ لهوا ولعبا وكذا فهذا لا يجوز. لكن نحن الآن في المغرب، وتعرفون الأجواء كيف، والواحد إذا كان مثلا مثلي يعني مبلي بالمشي وتمشي بالليل، يبغي يمشي بالليل ويبغي يمشي في الصباح بكري، فتتخرج معك الكلب وكتكون هاني، لا من الشفارة لا من الكريساج لا من مجموعة من الأمور، ثم تحرص لك في الدار، يعني ما كي خصوصا لك عندك دار فيها حديقة خارجية وكذا وكذا، فتتخذ الكلب لهذا السبب. ثم والكلب راه ما تقولش لي جردة ولا حديقة ولا كذا، راه الكلب يجوز اتخاذه للحراسة مطلقا. كاينه واحد القضية الثانية، هي قضية اللعاب الكلب، هل هو نجس أم لا؟ عند المالكية والأحناف لعاب الكلب ليس بنجس، ويستدلون بالآية التي أجازت أكل الطعام الذي صاده الكلب. فكيف هو يأكل، أكل أنا الطعام صاده الكلب، يعني وما علمتم من الجوارح مكلبين، هو يأكل، الكلب يأكل من الطعام ويسيل فيه لعابه، واللعاب نجس ويأمرني الله بأكله، كيف؟ يعني هل تدريبي له يزيل النجاسة التي في لعابه؟ لا لا. فلهذا قال علماء المالكية أن لعاب الكلب طاهر، والاغتسال منه أو الغسل منه تعبدي وليس للنجاسة، وليس للنجاسة. وأكثر من هذا، أن البخاري أورد في حديث، أن البخاري يرى بأن لعاب الكلب طاهر، وأورد حديث قال: كأن الكلاب كانت تدخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبول، ولا يرش ذلك، لكن عندما بال ذلك الصحابي فرش النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال ابن حجر: وقد علم باتفاق الفقهاء أن أبوال كل الحيوانات طاهرة إلا بني آدم، إلا بول بني آدم. إذا لعابه ليس بنجس، فبلا وسوسة، ولا تغسل، تغسل تعبدا. واتفقت المذاهب على أن الصلاة باللعاب الكلب على الثوب لا تبطل، صحيحة، لا تبطل، لا تبطل، لا تبطل، لا تبطل الصلاة. إذا هذه القضية إن شاء الله تكون مفهومة. القضية الثالثة، كما قلت لكم، يعني الشارع أذن في صيد الكلب وأكل صيده، وهذا أكل يدخل إلى الدات فقد يفسدها إذا كان نجسا، فكيف
يعني يجاب عن هذه القضية. فقالوا بأن حديث نزل إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع أولى بالتراب، هذا من باب التعبد ومن باب الزيادة في النظافة، لأن احنا أمة النظافة، ولا علاقة له بأن كلب لعاب الكلب فيه سم أو كذا، لأنه نزه الشريعة عن أن يأمرنا الله عز وجل بأكل الصيد الذي صاده الكلب، وبعد ذلك قلنا في آية أخرى في حديث آخر هو نجس. فالقضية فيها هذا اضطراب، ولذلك هناك علم اسمه علم مشكل الحديث، فيوفق الناس بين العلماء بين الخاص والعام، بين المطلق والمقيد، وهذه أمور معلومة عند علماء الأصول. بقى واحد القضية أخيرة وهي دخول الملائكة. يقول لك يا سيدي أنا نشري الكلب ولعابه غير ناجس والحمد لله ريحتينا، ولكن كاين واحد الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. أي واش غنديروا بهذا الحديث؟ هذا ما عندك ما دير له. لا الحمد لله العلماء أجابوا، أنا مثلا تقول كلام العلماء، أنا مثلا تقولش الرأي ديالي. قال ابن قدامة رحمه الله: وكون الملائكة لا تدخل البيوت التي فيها الكلاب فلا تحرم دخول الكلاب. إذا الملائكة ما كتدخلش البيت الذي فيه كلب، هذا لا يعني أن دخول الكلب إلى البيت محرم، راه عدم دخولها شيء ودخول الكلب إلى البيت حكم آخر. فقال لك هذا ما تربطوش بهذا. وانا اعطيكم واحد المثال بسيط، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان ياتي الرجل اذا اكل البصل او الثوم الى المسجد، فقال فان الملائكه تتادى مما يتادى منه بنو ادم. هذا يعني ان البصل والثوم حرام؟ لا، ليس بحرام، وهذا ما اراد ان يقوله ابن قدامه. ثم بعض اهل العلم ماذا قالوا؟ قالوا بان الملائكه التي لا تدخل بيتا فيه كلب او صوره هي ملائكه الوحي فقط، واستدلوا بدليل جميل جدا. قال لك اولا هذه وقعت في النبي عليه الصلاه والسلام، هذا وحده. ثاني شيء ان الكلاب كانت تدخل الى مسجد رسول الله، هذا هو في البخاري. ثالث شيء قال لك سيدي احنا عندنا ملك اليمين وعندنا ملك الشمال، وهذا معنا دائما. طيب انا بغيت ندير شي مصيبه نمشي بشي بلاصه فيها الكلاب ولا ندخل الكلب عندي للدار وندير ما بغيت، لان الملائكه ما جيش عندي باش تقيد. لا، هادو كاين الملائكه الطوافين، وكاين الملائكه المسؤولين، وكاين ملك الرعد، وملك وكاين ملائكه الوحي، وهذه اقسام ملائكه معروفه في العقيده، اقسام الملائكه. فالمخصوص في هذا الحديث هو ملائكه الوحي. بارك الله فيكم. فهذا ما تيسر لي في هذا الموضوع. فاتخاذ الكلب للحراسه مباح، وبالعكس هناك من قال انه مستحب من المالكيه، ولا شيء فيه الحمد لله. والشريعه الغراء امرتنا بالاحسان الى الحيوانات، وامراه من بني اسرائيل دخلت الجنه في كلب، وهي عاهره من بني اسرائيل، بغي من البغايا، وجدت كلبا ياكل الترى من العطش، فنزلت الى البئر فاخذت خفها فسقت له فشرب، فشكر الله لها فادخلها الجنه، وامراه دخلت النار في هربه. فأتمنى أن يكون الموضوع متضحا وواضحا، ومن عنده إشكال أو استفسار يستفسر بأدب، ومرحبا بكم. ولابد أن نأخذ الأمور بأدلتها التفصيلية وبما قاله أهل العلم في الباب. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى أن أكون قد أفدتكم في هذه النقطة.